السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفيت اليوم الممثلة نورية قزدرلي، اسمها الحقيقي خديجة بن عايدة، من مواليد مدينة تيارت عام 1921. هي ممثلة مسرحية جزائرية، هي إحدى الشخصيات العظيمة في المسرح والشاشة الجزائرية الصغيرة. غالبا ما فسرت دون دور ربة بيت جزائرية نموذجية بطبيعتها البسيطة وتقاليدها الأبوية. عملت في أكثر من 200 مسرحية و160 فيلما تلفزيونيا وأربع أفلام روائية. رحمها الله رحمة واسعة، صبر الله أهلها. توفيت الفنانة عن عمر ناهز 99 عاما.